الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير. سنة جديدة 2020 ابتدينا معاكم في أول نهار سنة 2020. سنة جديدة عليكم يا رب، ندعو الله أن تكون عليكم سنة خير وسعادة وهنا وسرور. بقدم التهنئة لكل أصدقائي وكل إخواتي وكل ما عارف اللي يعرفني واللي ما يعرفنيش، اللي متابعني واللي مش متابعني. ان شاء الله باذن الله ربنا يجعلها سنه خير علينا وعلى الامه الاسلاميه وعلى مصر وعلى الوطن العربي جميعا. تابعنا لكم بكل شوق بكل حب. في البدايه واول ما ابدا سلامي لامي الحبيبه، سلامي لزوجتي، سلامي لابني. سنة طيبة علينا وعلى أسرتي الكريمة، على أهلي اللي أنا مقصر معاهم. سلامي لكل أصدقائي اللي جايين معايا النهاردة، سواء خلف الكاميرا، سواء موجودين في الاستوديو، سواء إدارة القناة. السنة كلها كانت 2019 مرت علينا، كان في إنجازات كتير على أرض مصر الكريمة، كان في شايفين تطورات في البنية التحتية، شايفين تطورات في كل المجالات، شايفين كل جديد عدى علينا في 2019. منتظرين مفاجآت 2020، مستنيين نشوف الدنيا فيها ايه. شايفين عمران، شايفين القيادات السياسية والتنفيذية اللي شغالة معانا قلبا وقالبا، كل يوم في جديد. النهاردة قبل كمان شوية، بكرة، كل ساعة كل ثانية بنلاقي حاجة جديدة، كل رد قوي، كل كلمة قالت من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بيتم تنفيذها على أرض مصر وأرض الكنانة. فعلا كنت قد المسؤولية، فعلا حضرتك رفعت راية مصر عالية قدام العالم كله. بدينا بداية مشرفة، بقينا في المقدمة، لسه بنتطور، لسه بنقدم، لسه بنقول احنا اهو مصر، اهي مصر اللي ربنا ذكرها في القرآن واللي فضلها عن سائر الكون كله، موجودة معانا ان شاء الله بإذن الله. كل سنة وانتم طيبين. شايفين كل ساعة بنلاقي فيه جديد، وبنلاقي فيه شوق، وبنلاقي كل حاجة مختلفة معانا. عرضنا الحلقة اللي فاتت مارسون الشيخ زايد، بالنسبة لمحافظتي محافظة السويس، شايفين فيه تطور تم، كان تنظيم جيد جدا من القوى التنفيذية بالمحافظة. شايفين قوة كمان الشعبية والشباب اللي كان مشارك بفعالياته بوجوده على أرض السويس الباسلة. شفنا كل ما هو جديد وما هو تم على أرض السويس. أنا بس في البداية وقبل أي حاجة هبدأ، امبارح أنا كنت حاضر محاضرة في موضوع عن التواصل الاجتماعي، حابب إن أنا أبدأ معاكم الحلقة النهاردة ونتكلم على موضوع عن التواصل الاجتماعي. أتمنى أن كل واحد يكون كل أخت كل أخ موجود في البيت ومع عياله ومع أولاده يعني ينتبه للكلام اللي احنا بنسمعه كويس. احنا شفنا دلوقتي أن رئاسة الجمهورية والمبادرات اللي بتتم على أرض الواقع، شايفين أن في السويس لما كانت بتتجمل كان في صور. هناخد المداخله اللي معانا الاول وبعد كده نرجع نتكلم في موضوعنا. معايا المصور الجميل استاذ اشرف ابو عمر. استاذ اشرف صباح الخير. صباح الخير يا استاذ اشرف. يا استاذ سيد كل سنه وانت طيب، وسويسنا دايما بخير ومصر كلها بخير. وحضرتك والساده المتابعين لبرنامج حضرتك اول نهار طيبين وبخير وسعاده وسنه جميله علينا وعلى كل المصريين باذن الله. يا اشرف، انت طبعا مصور جميل جدا، مش هننكر ان انت كان لك دور كبير في ارض السويس وظهورها بالمنظر الجمالي اللي موجود. يا ريت تقول لنا عدسه السفير مخبيه لنا ايه. والله احنا السنه دي 2019 انا كل ما اللي اقدر اقول عليه ان هو بالنسبه للسويس عامل جمال.
ده اللي انا اقدر اقوله بالنسبه ل 2019. ان شاء الله 2020 هنقول 2020 هيبقى اجمل واجمل، تحت قياده السيد اللي هو عبد المجيد صقر. السويس شهدت السنه دي 2019 طفره كبيره في مجال التجميل، ميادين جميله، تطوير شوارع، حدائق. بصراحه الواحد بقى محتار يصور ايه وايه في جمال السويس. احنا معانا صور للسويس اللي حضرتك اللي متصوره بعدسه بعدستك الجميله. كنا بالنسبه لمرسن الشيخ زايد كان في تطور كبير قوي شاهدناه في شوارع السويس. هل عايزين نوضح نوصل للمشاهد عشان ما يقولش ان انا منحاز لارض السويس، ايه اللي انت شايفه بيتم على ارض السويس من 2019 ل 2020؟ هو تم، انا هتكلم بالنسبه للجمال فقط. انت بتحب الجمال؟ تمام. تم انشاء حديقه السويسه 1 والسويسه 2، تطوير كل الحدائق العامه لمنطقه كورنيش السويس القديم، وتم انشاء ممشى جديد موازي للكورنيش الجديد. طبعا وكل شايف الكلام دوت. طبعا كان في صوره، كان اسعدني ربنا انها تبقى من حظي، السويس في حضن الجبل، ظهر فيها السويس والجبل بيحتضنها. السويس مدينه جميله فعلا. 2019 انا قلت هو عام الجمال بالنسبه للسويس. احنا شايفين دايما بتاخد لقطات كده غريبه جدا عن الاطفال وهم شايلين علم مصر مع علم معالم السويس. هو كان دي طفله اسمها جوري. انا لاحظت كنت في احتفاليه فلقيتها ماسكه العلمين ببراءه الاطفال، فكان داخل علينا بطوله الامم الافريقيه، فكنت نفسي اعمل حاجه تمثل السويس في صوره طفل، فما لقيتش اجمل من انها تشيل علم بلدي وعلم المحافظه اللي انا عايش فيها، السويس ومصر. كل سنه وانت طيب استاذ اشرف وربنا يوفقك. عايزين كده حاجه تقولها لنا للسويسه. كنت انت اعلنت على صفحتك على موضوع الزفاف بالنسبه للافراح. انا كنت قلت بمناسبه السنه الجديده اي حد، اي عريس، اي عروسه نفسهم يتصوروا وحاسين ان المصور مكلف، عدسه السفير والفريق بتاعها هينزلوا اينما كان هم فين، هنصورهم البوم الصور ماشي، والبراويز نفسها هديه مننا ليهم. ده احنا مش بنمنع لحد، فضل ربنا علينا. كل سنه وانت طيب. ده مش جديد عليك ومش على جديد على السويس بلدي، وانت عارف ان السويس بلدي ممكن تزعل مني. السويس بلدي وبلدك وبلد كل الناس، وتحياتي للسويس بلدي اللي هي استاذتي استاذ سيد محمد الاعلام الجميل. ربنا وكل يحفظك. سنه وحضرتك طيب واسره الاعداد كلها طيبه والصحه والجمال. كل سنه وانت طيب، وتحياتي لكل فريق المحافظه واعلام المحافظه واسرتك الكريمه. شكرا يا فندم، كل سنه وانتم طيبين. ده احدى شباب السويس اللي احنا شايفينه، واللي هيكون معانا كمان ضيوف كمان شويه من على ارض السويس في مبادرات جميله جدا تمت فعلا على ارض محافظه السويس. السويس جميله بناسها، شبابها، شباب مصر الواعي الفاهم، شباب مصر اللي هو بينزل الشارع بيحاول يعمل اي حاجه ولو شيء جميل يساعد في تجميل اكبر ما بيتم من القياده السياسيه والتنفيذيه. مش شباب موجود على الفيسبوك قاعد عمال يكتب ويلسم بكلام ملهوش اي 60 لازمه، كلام اللي احنا ما نعرفوش ان دي هي الحروب اللي بيحاولوا يحاربونا بيها. الفيسبوك مش معمول علشان خاطر شباب كل واحد متضايق من واحد يكتب له بوست ويقول له مقصوده، الشباب اللي موجود لا، اللي احنا طالعين علشان خاطر نقول كلمه طيبه في بعض، نحاول نساعد بعض، نقف جنب بعض، احنا مش جايين علشان خاطر اول معمول مواقع التواصل الاجتماعي معموله علشان خاطر ان احنا هنحارب بعض، انت ما بتعرفش اصلا ان انت الكلمه اللي انت بتكتبها ما بتوصلش ليك انت بس، لا دي بتوصل للعالم كله. لازم لا تقول كلمة طيبة لا تسكت، لان انت ما بتهينش الشخص اللي انت بتهينه، لا ده انت بتهين سمعة بلدك، بتهين سمعتك انت الاول، لان انت بتمثل محافظتك او بتمثل مصر.
مصر اللي هي عزيزه علينا، مصر بيحاولوا يحاربونا من خلال شبابها وتدميرهم، مش عارفين. شفنا الجيش، جيش مصر كان في الترتيب الكام وبقى في الترتيب الكام، بتسليحه بقوته بشبابه بقيادته، لكن احنا لا، احنا لسه مصممين ان في شباب مصمم ان هو يخش يكتب على الفيسبوك كلام ملوش لازمه، لا بتحاول نخش نهد ببعض، نهدم بعض. طب ليه ما نحطش ايدينا في ايدين بعض؟ ليه مش شايف حاجه؟ ابدا بنفسك. انت مش معنى اللي انت بتقول ان البلد ما فيهاش، لا من البلد فيها، فيها بس انت مش شايف الجمال اللي انت شايفه. حاول تظهر حاجه ايجابيه صح، حاول ان انت توصل حاجه معلومه صح، حاول ان انت تعمل توعيه صح. ابدا باولادك، حاول ابنك اللي ماسك الموبايل يبقى يمسكه صح، يحاول ان انت تقعد جنبه وتعلمه يعني ايه يخش على موقع يستفيد منه، مش موقع يهده او يحاول يبوظ اخلاقه. ده اللي احنا عايزين نقوله، ده اللي احنا ده دورنا احنا كابهات وكامهات وكشباب وكرجال عايزين يبنوا بلدهم وعايزين يحافظوا على مصر. بص جدودك عمل ايه، شوف امبارح، انا امبارح كنت قاعد مع ناس شيوخ بيقولوا كلام انا بتعجب بيه، قاعد تحت رجليهم بتعلم منهم. اللي يقول لك ان كان في حفر قناه السويس اللي كان ليه ثلاث اولاد بيطلعهم ولو واحد منهم رجع يقول له انت رجعت ليه؟ رجع ليه؟ عشان خاطر عارف كويس قوي هو طالع بيعمل ايه، طالع عشان خاطر بيقول لك زي كده ما بيطلع في الاعلام الخارجي بره يقول لك ده قناه السويس الجديده حته ترع، حته ترع ليه؟ ما هو بيقول كده ليه؟ ما شو ما سالتش نفسك، ما تساعدوش بقى انت وتيجي تقول انا اصلا حتى لو بتقولها بتهريج، ما انت الكلام ده كله بيوصل لبره وبيوصل. شوف دلوقتي رئيسك لما بيطلع بره بيبقى شكله ايه، بيتقابلوه ازاي، شوف احنا كنا فين وبقينا فين. شوف حضرتك انا جاي النهارده من على طريق السويس القاهره، طالع واخد الطريق لغايه هنا في ساعتين اللي احنا كنا بناخدهم في اربع ساعات بمجرد ان احنا عشان نطلع من 109 نوصل لغايه اول القاهره. احنا كل دي بنيه، كل ده شغل اتعمل، بتتعمل بعرق وجبين ناس اساسا قصدهم على البلد. اوعى تفتكر ان لما رئيس الدوله يطلع ويتكلم ويقول كلمه يبقى كلمه مقصوده وكلمه أساسا. شايفين مبادرات تمت من على من السيد الرئيس. انا فوجئت ان في مبادره تمت من خلال اسقاط الدين على مصانع مشروع خليج السويس. معنى كده ان في حاجه بتتم، معنى كده ان في اساسا موجودين واحنا واقفين على ارض ثابته، ارض عارفه كويس قوي. يا ريت احنا نعرف بقى قيمه الارض دي. معانا مداخله من سياده النائب الاستاذ طارق متولي عضو لجنه الصناعه ومجلس النواب محافظه السويس. صباح الخير يا سياده النائب. صباح الخير يا استاذ، صباح الخير على جمهورك العزيز. كل سنه وحضرتك طيب ودايما في تقدم وازدهار. وانت طيب ومصر دايما في خير وكده وعزه ورفعه دايما. سيادتك كان في مبادره من السيد الرئيس والحكومه باسقاط الدين عن المصانع المتعثره بخارج السويس، ممكن حضرتك تقول لنا ايه موضوع المبادره؟ والله انا خلال من عملي في لجنه صناعه كنائب عن محافظه السويس وعضو لجنه الصناعه، انك ملف المصانع المتعثره ومتوقفه دي كان ليه من ضمن اولويات من خلال الثلاث سنين اللي فاتوا. احنا كنا دايما بننادي ان الدوله تقف تلك المصانع لعده اسباب. اولا انها كان مصانع فيها كثير من العماله فاصبحت متوقفه عن العمل فاصبحت بطاله. ثانيا المصانع دي كانت بتقدم لي منتج محلي محترم فكان بيوفر عليا فتره الاستيراد. المصانع دي كانت بتقدم لي منتج محترم قابل للتصدير كانت بتوفر لي عمله صعبه. تمام. احنا اشتغلنا على هذا الملف اكثر من ثلاث سنين لما اصدر السيد رئيس الجمهوريه مبادرته الاخيره مع البنك المركزي مع رئيس الحكومه، عايز اوجه لهم التحيه على هذه الرؤيه يعني الوقوف جنب الصناعه المصريه. بإسقاط فائض الديون على المصانع المتوقفه وحل مشاكلها مع الحكومه والدفع باستثمارات جديده او دفع باقرار جديد من خلال شروط جديده ميسره على المصانع دي كلها. لا هو كان ملف محترم وكان ملف كان لازم الحكومه تشتغل عليه بهذا الحجم وبهذه الرؤيه اللي دفع عمليه الاقتصاد تاني. انت عارف النهارده اي دوله في حاله نمو اقتصادي ما فيش بديل غير عند الصناعه وعند التصدير. فانا اعتقد ان بوجه لهم التحيه على الرؤيه دي الجديده دي كلها. برضه وانا بطالب برضه بمزيد من التوسع في الصناعات المتوسطه والصغيره، هي امل مصر برضه في الصناعات المتوسطه والصغيره.
اللي دافع من معدل النمو الاقتصادي عندك. طب هو حضرتك ممكن نعرف الدين كان قد ايه؟ لا احنا ما كانش ادينا قد ايه، احنا كنا بنتكلم في حوالي 4500 مصنع متوقف كل جزء على مستوى مصر مش على منطقه السويس. انت عارف نتيجه احداث 2011 كان حصل توقف بعض المصانع، 2016 بعد تحرير سعر الصرف برضه كان ابدا توقف بعض المصانع. انا عاوز اقول لك التوقف برضه يعتبر توقف كلي، مصنع متوقف تماما او جزئي، ان اللي بيشتغل بجزء من طاقته الانتاجيه فاصبح بالتالي بيكسر قطع عنده عطلانه. احنا يعني كنا بنتكلم في حدود 4500 مصنع، احنا لما نبتدي نشتغل ونضخ فيه الاموال تاني او خلاص مبادره تانيه او حل المشاكل مع الحكومه كان في من خلال شركات الغاز او الكهرباء او جازات والدن دي كلها، لا انت بتبدا تعمل احياء تانيه، عمليه اقتصاد تاني. يعني عايز اقول لحضرتك حاجه، انت عندك بنيه تحتيه موجوده اساسا في المصانع دي كلها، كان عندك في عماله شغاله وكان اصبحت متوقفه عندك ترجع شغاله تاني، لان انت بتعمل عمليه تحقيق تاني. بجد احنا برضه شايف ان الدوله ليها اتجاهات تانيه في انشاء مصانع مناطق صناعيه جديده على مستوى مصر دي كلها، برضه ده شيء جيد. بس هو برضه كان الملف الاساسي عندنا احنا نتحرك عليه اللي هو مصانع متوقفه والمتعثره في نفس الوقت. أمتاز حضرتك وجودك معايا وموضوع ملفين بيهموا الشارع السويسي هو موضوع الإسكان وموضوع تشغيل الشباب. أستاذن حضرتك نطمن شباب مصر وشباب السويس بصفة خاصة. لا هو شباب مصر دي كلنا كل احترام وتقديرها، وكل البنية اللي بتحصل في مصر دي كلها المستقبل حديث مصر كله، ما هو مستقبل الشباب. النهارده اللي بيحصل ده كله كان تطوير البنية التحتية، تطوير الدولة المصرية، عودة الدولة المصرية بقوة للساحة العربية أو الدولية أو المحلية، وجودها كمنطقة النهارده جذب استثمار أو جذب صناعات النهارده، ما كل ده للشباب، كل ده فرص عمل جديدة جاية إن شاء الله في الأيام القادمة سواء شباب مصر شباب السويس. شباب السويس احنا دلوقتي بنعمل مركز تدريب مع وزارة القوى العاملة تدريب تحويل تدريبهم لتأهيلهم للشركات الجديدة. يعني انما النهارده عندنا خطه طموحه ان خلال 5 سنوات جاي مصانع جديده تفتح، نشوف احتياجاتها ايه، من خلال احتياجات دي نقدر نعمل برنامج تاهيل للشباب النهارده من خلال المركز تقريبا اللي بنعمله مع القوى العامله، بنأهله سوق العمل. النهارده لما كان يجي مصر يطلب مني احتياجات 1 2 3 انا بوفر له الاحتياجات دي في اكثر من شخص، وهو بعد كده بديله الشخص المؤهل وبيختاره. فانا في الحاله دي يعني اثرت المسافه سواء على المستثمر وجود عماله مدربه عندي، وبرضه اثرت المسافه بالنسبه للطالب التسجيل عندي. لا انا شايف ان شاء الله الايام اللي جايه دي فيها فرصه ان شاء الله للشباب وخصوصا شباب السويس، شباب محترم محترم يعني كل احترام وتقدير منا ليه، برضه شباب ليه حقه في الحياه، ليه شباب حقه ليه فرصه عمل، وبعدين في الاخر دي بلده وده مستقبله. سيادة النائب كل سنة وحضرتك طيب ودايما فعال بالخير، وربنا يقويك علينا وعلى، وده دور حضرتك اللي احنا اللي احنا دايما بندور عليه كنائب، ان حضرتك انا حضرت لك كذا موقف ان حضرتك برضك تشغيل الشباب كان ملف شائك، وانت حضرتك اي حد بيقدم اي ورق كان على يد، كنا طلعنا قبل كده كذا كذا جولة في مصانع خليج السويس. شكرا لحضرتك كل سنه وحضرتك طيب. يا فندم ده دورنا، ده ودورنا في بلدنا جميله وشبابنا عظيم، وان شاء الله اللي جاي احسن. صباح الخير. باذن الله. صباح الفل. هنطلع فاصل وهنستقبل ضيوفنا في مبادره جميله من شباب السويس وخصوصا بقطاع الجناين، ونرجع لكم تاني. كل سنه وحضراتكم طيبين. ورجعنا لكم تاني في أول نهار 2020 مع مبادرات شباب السويس. معايا في الاستوديو الأستاذ غريب مراد نائب رئيس جمعية الهادي بالسويس. أهلا بيك أستاذ غريب. أهلا بيك أستاذ سعيد. طيب. شرفت بيك والله. معايا أخويا وصديقي الأستاذ مجدي التليني من مبادرة القطاع الريفي شباب الجناين بالسويس. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ.
منورين اول النهار، كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانتم طيبين، وقصه البرنامج كلها كل سنه وانتم طيبين. وانت طيب يا غريب. في البدايه دور الجمعيات الاهليه في تنميه المجتمع، وايه اللي بيتم على ارض السويس من خلال الجمعيه؟ اولا بسم الله الرحمن الرحيم، كل سنه وانتم طيبين يا استاذ سيد، وبرحب طبعا بفريق الاعداد، وبرحب بك طبعا صديقي العزيز، وبرحب بكل شعب السويس، وبرحب طبعا تحيه خاصه للسيد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، والسيد النائب دكتور عبد الله. حضرتك بالنسبه للجامعات الاهليه، الجامعات الاهليه دورها بسيط جدا، دورها ان هو عمل الخير، يعني دورها كله يعني تبسيطه عمل الخير، ان احنا كشباب، والنهارده دور الشباب مهم جدا في السويس، ان احنا نسعى للخير قبل اي شوء اعلامي وقبل اي حاجه. عمل الخير سهل جدا، ان انا بعمل عمل تطوعي، مش لازم يكون عندي سبب، انا شخصيا واحد من الناس عندي سبب، ان عندي طفل يعني ربنا يشفيه يا رب ويشفي كل اللي زيه، فربنا جعل لي سبب ان انا اجري في العمل الاجتماعي واسعى فيه للخير، مش شرط يكون انا معايا ماديات عشان اساعد بيها. العمل الاجتماعي كل اللي بيحتاجه مننا هو مجهود، مجهود ان انا بتحرك، ان انا بساهم مع مؤسسات الدوله، بوصل اي حد مش قادر يوصل، سواء في التعليم سواء في الصحة، لأن لائحة الجمعية بتتكلم عن حاجات كتير جدا، وأنا بطبق لائحة الجمعية وكلها العمل الخير وكلها لصالح المواطن البسيط. فالموضوع بسيط جدا يعني. هنرجع تاني للأستاذ مجدي والمبادرة الطيبة اللي قمتوا بيها كشباب للجناين والقطاع الريفي، القطاع اللي كان مهمش وشايفين ان في شغل فعلا بيتم، وان في العيون القيادة التنفيذية في محافظة السويس قايمة بيه. ممكن حضرتك تكلمنا عن المبادرة؟ والله هو قطاع الريفي فعلا كان مهمش في الفترة اللي فاتت كلها، بس الحمد لله يعني في وجود برضه اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، قطاع الريفي دلوقتي بقى يعتبر من أهم أماكن في السويس بالنسبة له، وده شيء يعني واضح لينا بصراحة ربنا. احنا مجموعة شباب عملنا مبادرة مع بعض، بنقعد مع بعض مثلا كل شهر او كل 20 يوم، بنشوف المشاكل في المناطق كلها على مستوى القطاع الريفي كله، وبدأنا نعرضها على المحافظة وبنخبط على باب المسؤولين. فبصراحة الدكتور عبد الله نائب المحافظ بصراحة استقبلنا في مكتبه وسمعنا وعرضنا عليه بعض المشاكل، وبالفعل نزل حلها لنا. شايفين كان في صور ليكم نازله على التواصل الاجتماعي، ان انتم كنتوا موجودين معاه في المكتب فعلا يا فندم. حاجه جديده. وبصراحه السويس يعني مش الجناين بس، هي السويس كلها اتغيرت، وطبعا عندنا رئيس الحي مساعدانا بنخبط عليها برضو بتسمع لنا وبتنفذ مثلا معانا الخدمات اللي احنا عايزينها في القطاع. وأنا يعني بتمنى إن شباب السويس كله مش القطاع الريفي بس، إن يعمل مبادرات زي ديت، لأن حتى بتسهل حاجات كتيرة في الأماكن اللي هي فيها مثلا مشاكل زي النظافة زي الإنارة. إحنا مثلا طلبنا طلب سريع من الدكتور عبد الله، الترعة كانت عندنا عايزة تطهير، بالفعل رد سريع طهر الترعة ونظفها، وعندنا كان في شوارع محتاجة أسفلت، فطبعا برضو قلنا له بالفعل نزل هو بنفسه سفلت من الشلوفة لغاية جنيفة، مكان برضو مهم وحيوي. وبصراحة احنا بنشكر سيادة المحافظ على اللي هو عامله في السويس، خلى السويس جميلة فعلا في عينينا. شايف ايه اللي جاي في النسبة للقطاع الريفي اللي حابين ان هو يتم وخصوصا بيبقى موجود؟ والله هو القطاع الريفي يعتبر حتى في يعني واخد حقه على يد المسؤولين حاليا بصراحة اللي انا شايفه يعني، وفي نفس الوقت هو نزل له ميزانية، اكبر ميزانية نزلت على مستوى السويس نزلت للقطاع الريفي، نزل له 42 مليون و600 الف ميزانية خدمات اسفلت وانارة للقطاع الريفي. وبدأنا نتغير، حتى هو سيادة المحافظ كان موجود عندنا أول امبارح، كان بيفتتح صرف صحي بتاعت الحسني، والحمد لله إن هو باصص لنا يعني دلوقتي يعتبر إحنا بقينا مجلس ومدينة،
على ايده هو. هو فعلا كان في قرار طلع ان هتحول مدينه الجنائن لمجلس ومدينه، ده انا في انتظار ان شاء الله من اداء اول مبادره خطه كانت هتتم في 2020 باذن الله. استاذ غريب، بالنسبه لجمعيه الهادي هنخرج من بره الجمعيه شويه، في حمله دعم السيد الرئيس كان اتعرض في الحمله الوطنيه لدعم السيد الرئيس للعلم السياسي، وكنت حضرتك مفوض عن محافظه السويس، ايه اللي ممكن تكلمنا عن الحمله وايه اللي تم فيها؟ والله حضرتك انا فخور جدا طبعا ان تم اختياري كمفوض عام السويس للحمله الوطنيه لدعم الرئيس للاعلام السياسي، وطبعا كلنا بنحب الرئيس جدا، الانجازات طبعا واضحه، لازم الشباب يفهم يعني يفهم يعني ايه انجازات. النهارده معظم الشباب يا استاذ سيد محتاج وعي، محتاج تثقيف، محتاج فكر، ازاي ان احنا نتكاتف ونوصل له الفكر ده بالمفهوم الصحيح عشان تقدر توصل له المعلومه. طبعا احنا معانا يعني ما شاء الله دكاتره ممتازين جدا في السويس بيشرحوا، ناس مثقفه على يعني على مستوى عالي جدا. بالنسبه للحمله، الحمله ليها دور يعني قبل دور السياسه، ليها دور وعي وليها دور تنميه وليها دور كبير جدا في المجتمع. طبعا انا بشكر سياده اللواء فوزي رمضان على اختياري كمفوض عام السويس، لكن احنا دورنا كحمله اسمها الحمله الوطنيه لدعم الرئيس للاعلام السياسي. الحمله الوطنيه طبعا حته الوطن لازم ينزرع فينا من الصغر ان احنا نوعي اولادنا يعني ايه وطن، ننصح الشباب نفهمه يعني ايه وطن. طبعا دعم الرئيس طبعا لازم ندعمه بكل قلوبنا عشان البلد تنهض، والحمد لله بفضل ربنا سبحانه وتعالى البلد بتنهض فعلا، وده شيء طبعا واضح وملموس. وبرضك قطاع الجناين بالنسبه للدور اللي انتوا قمتوا بيه كشباب الجناين، وانت حضرتك برضك مفاوض من قبل حمله دعم الرئيس لدعم الدوله، برضك نعرف دور الحمله. والله يا استاذ سيد هي المبادره غير الحمله. يعني احنا المبادره دي مجموعه شباب من الجناين على مستوى القطاع الريفي بنقعد مع بعض وبنخبط على باب المسؤولين. تمام. اما الحمله ديت هي اتعرضت عليا لسه جديده يعني، وانا يعني قبلتها لان برضو لقيت فيها يعني حاجات برضو كويسه، ان انا مثلا هقدر ادعم الدوله. هي الحمله اسمها الحمله المصريه لدعم الدوله والاعلام السياسي. بصراحه يعني عجبتني ان حتى اسمها حلو يعني دعم الدوله والاعلام السياسي، فقلت اخش الحمله اشوف برضو ايه. فالسويس محتاجه توعيه كتيره، مش لان عندنا مجموعه شباب طالع صغير في السن يعني من سن مثلا 16 سنه و17 و18، ده شاف حاجات بعينيه لكن ما جربهاش، فهو مش فاهم يعني ايه دوله ويعني ايه سياسه. طب احنا برضك معانا مداخله دلوقتي سياده اللواء فوزي رمضان. صباح الخير. صباح الخير استاذ سيد، اهلا بيك. كل سنه وحضرتك طيب. المبادرة من شباب السويس وأعضاء في حمل الوطنية لدعم السيد الرئيس للإعلام السياسي، ممكن حضرتك تكلمنا عن الحملة وإزاي جت الفكرة؟ أقول لها في الأول أنا أسمح لي أهني الأخوة المسيحيين في مصر والعالم أجمع بعيدهم، والمسلمين بالكامل معاهم. احنا بنحتفل سويا بالعام الميلادي الجديد، وبنتمنى ان شاء الله يكون عام سعيد علينا جميعا. بالنسبه للحمله يا استاذ سيد، احنا بداناها 2017 اساسا، ثم اتولدت مره اخرى 2019 في شهر 7 اللي فات على اساس الاعلام السياسي، وان احنا ما احناش بديل على الاعلام الرسمي او الاعلام الخاص، ولكن هو اعلام شعبي الغرض منه هو توجيه الشباب ودخول الشباب في المنظومه السياسيه بشكل محترف وبشكل محترم، ويبتدي الشباب ما يبقاش بعيد عن الشق السياسي اللي هو بيهمه اصلا، في وما يبقاش ناقم على المجتمع وما يعيش في العالم الافتراضي بتاعه داخل الموبايلات وكده، لكن يشارك في العمل التطوعي. وبالتالي زي ما انت شايف شباب السويس اللي قدام حضرتك دلوقتي دول شباب زي الورد، هم بيوعوا الشعب بالاشاعات والى اخره، الحاجات اللي احنا بنعاني منها من الاخر اللي بيحاول يعني يخلي كل ما هو جميل في البلد شيء مش كويس ويوصفه بشيء مش مظبوط. هذا الكلام
دي مهمه الشباب اللي قاعدين مع محمد رفضك دول في جميع محافظات مصر، بيوعوا الشباب بيظهروا انجازات الرئيس وانجازات الحكومه سواء كان الناحيه الايجابيه او كان في حاجه سلبيه بس بيظهرها بشكل محترم. حضرتك هننتهز الفرصه وكل سنه حضرتك طيب، في اول يوم في السنه الجديده حابين نعرف ايه اللي هيتم بالنسبه للحمله في 2020 باذن الله. والله الحمله في 2020 ان شاء الله هيكون لها منظومه جميله جدا، بيتم طبعا الارتفاع بالناحيه الاعلاميه بشكل محترف، بتعمل ابلكيشن عشان الشباب يدخل معانا في هذه الحمله، الحمله دي حمله كبيره على مستوى الجمهوريه، بحيث انه يعرف ازاي يدخل داخل الحمله ويشارك ويفهم يعني ايه اعلام سياسي، يعني ايه الاشاعات مصادرها وانواعها وازاي بيلبسوها الناس المغرضين داخل وخارج مصر. احنا عايزين نستقطب الفئه العمريه اللي هي تمثل 60% من المجتمع المصري وهم فئه الشباب. تمام. احنا ده ابلكيشن ده هيتعمل قريب شغالين فيه، وفي نفس الوقت احنا بنعمل منظومات اخرى خاصه بالندوات والمنتديات داخل الربوع مصر بالكامل لشرح انجازات الدوله وشرح ايه المستهدف في الفتره اللي جايه سواء ناحيه الاستثماريه وناحيه الطاقه ناحيه النقل ناحيه، بنشرح كل حاجه بتتم، بنستهدف كل طبقات الشعب العامله موجوده بدءا من الساده الوزراء لغايه احدث او اصغر شاب صغير في مصر، مفيش حاجه اسمها متعلم ومش متعلم، كله موجود داخل هذه الحمله عشان المنظومه الاعلاميه الشعبيه تبقى واخده الطابع بتاعها. واللي انا عايز باكد عليه هو اشراك الشباب بالذات، اشراك الشباب للمره الثانيه في هذه المنظومه حتى ان احنا نجذب الشباب الى العمل التطوعي. التطوعي ده مهم جدا للدوله. اتفضل. كل سنه وحضرتك طيب ودايما كده في تقدم وازدهار والمصانع الحبيبه ان شاء الله. شاكر جدا استاذ سعيد. شكرا لحضرتك. استاذ غريب، بالنسبه للجمعيه انا شايف ان حضرتك انت قلت لي ان كان في جمعيه لحقوق الانسان هيتم تفاعلها، إن شاء هل الله. ده فعلا بيتم من خلال الجمعيات ولا لا؟ هي طبعا رئيس الجمعيه الاستاذه الصحفيه اعتدال الهادي، وانا سعيد جدا بالعمل معاها، هي بتبذل مجهود فوق العادي. طبعا احنا عشان نغير ونضيف بند زي ده طبعا بنغير لائحه الجمعيه وبنتواصل مع التضامن الاجتماعي، وان شاء الله خير باذن الله الفتره اللي جايه هيكون فيها حاجات افضل بكتير. احنا بندعم حقوق الانسان علشان حضرتك يا استاذ سيد طبعا لما بنيجي ندخل اي مكان بيجي مثلا هنيجي مثلا للصحه بيجي معانا مواطن بسيط، حضرتك مؤسسات الدوله النهارده اذا كان في 90% النهارده صدره رحيم او عنده حته ان هو هيعرف بحال اللي قدامه، في 10% وده موجود على مستوى الجمهوريه كلها، في 10% دول اللي احنا بنحاول نوصل لهم يعني ايه رأفه بالانسان اللي قدامك او الشخص اللي قدامك اللي هو محتاج منك حاجه، احنا بنساعدهم. احنا جمعيه مشهره 772 سنه 2018. حضرتك احنا عايزين نوصل للاشخاص اللي هم في الجهات المسؤوله في الحكومه انك ازاي الشخص اللي قدامك ده تساعده بايه؟ ازاي اقدم له، حتى انت مش هتخسر حاجه، هتقدم له بمجرد يعني حاجه بسيطه هتسهل الامور معاه وهتبسط الامور معاه، ودورنا احنا بعد كده ان احنا نعمل عمليه تكميليه ليه في مساعدات سواء، وطبعا قياده الجيش يعني الحمد لله بيساعدونا كويس جدا. استاذ مجدي بالنسبه للقطاع الريفي حابب تقول ايه للساده المسؤولين وايه اللي ممكن النقط اللي ممكن نحط ايديها عليهم الفتره اللي جايه؟ والله هو الفتره اللي جايه ان شاء الله انا متفائل خير للقطاع الريفي بالذات بعد ما بقى ان شاء الله هيبقى مجلس ومدينه، وبنتفائل من سياده المحافظ ان برضه في اماكن كتيره في القطاع الريفي ما اتعملهاش صرف صحي. زي ايه؟ زي مثلا منطقه البطراوي دي برضه دي يعني يعتبر من اول الاماكن في السويد وفي القطاع الريفي بصراحه. تمام. منطقه البطراوي ومنطقه ابو عرابي برضه لازم لها صرف صحي. احنا كنا جبنا على فكره النائب طارق متولي كنا جبناه عندنا في المبادره واتكلمنا معاه برضه في موضوع الصرف بتاع البطراوي دوت، والراجل وعدنا ان هو يكلم سياده الوزير برضه ووصل الكلام هناك. وبرضه احنا يعني انا ليا طلب من سياده المحافظ ان يفتح ملف البطاله في السويس،
بصراحه انا سمعت المداخله بتاعت حضرتك مع الاستاذ طارق، ولكن برضو سياده المحافظ لو اهتم بالموضوع دوت بصراحه هو راجل نشط وشغال و عايزينك بلاش كلمه ده، يعني ان هو مهتم. احنا مش هو مهتم، وهو مهتم مش دفاعا عنه، بس احنا لا فعلا احنا مجمعين كلنا. انا بتكلم على حاجه معينه، هو مهتم فعلا ومخلي السويس جميله وملهاش حل على ايده هو بصراحه ربنا يعني. واحنا اول مره نشوف السويس حلوه في وجوده، بس انا قصدي موضوع البطاله في السويس لو اتحل هتحل مشاكل كتير قوي باذن الله. في 2020 هنلاقي كل شيء جميل. خلاص احنا على وشك ان احنا نقول ان احنا اول محافظه على منظومه مصر العربيه، ده ما اظن يعني. ده بالنسبه ممكن يكون احنا مش عايزين حاجه برضه. استاذ سيد، دي رساله بوجهها لشباب السويس. شباب السويس يا ريت، او اي مسؤول سياسي مسؤول اجتماعي في السويس، يا ريت نصفي قلوبنا ونحب بعض ونتكاتف مع بعض. وحته ان احنا نتكاتف دي حاجه مهمه جدا، هتنجح اي كيان واي مكان واي مؤسسه واي محافظه، اي مكان هينجح بالحب وبالود. والبادره مني انا كسيد محمد بقول لكل واحد ان كان غلطت في حقه وقلت كلمه غلط في حقه ان يسامحني. احنا اخوات، ما حدش ضمن عمره فين. اخوات في الله طبعا. احنا بقدم تعزيه لاخويا العزيز، اخويا الكبير اللي اتعلمت منه كتير، الاستاذ حسن حسيس اللي توفى اول امبارح. شايفين ان احنا محتاجين ان احنا كلنا بايد واحده. انا بقدم مبادره مني انا شخصيا، اتمنى ان يكون سنه 2020 كلنا ايد واحده متكاتفين في حب الوطن وحب مصر وحب في الله. كل سنه وانتم طيبين. طلعنا لكم متاخر بس معلش، انتوا عارفين ظروفنا والسفر ودايما على خير ان شاء الله. نتقابل معاكم في حلقه تانية، انتظرونا فيما هو جديد. كل عام وانتم بخير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.